سيف ناصر محمود، أهلاً وسهلاً بيك معنا في خيط حرير. أهلاً بحضرتك. عايزة أعرف، السنة دي أنتوا كنتوا بتقولوا عليها من أسوأ السنين اللي مرت عليكم أو اللي مرت على مصر عامة كثانوية عامة. أنا سمعت الكلمة دي من كذا حد، أنا عايزة أفهم منك بالظبط إيه اللي يخليكوا تحكموا الحكم ده، وليه بتقولوا كده؟ إيه الجديد السنة دي عمل ده؟ غير طبعاً موضوع إحنا عارفين كلنا، بس أنا عايزة أسمع منك أنت أو تفهم الناس من وجهة نظركم أنتوا كطلبة ثانوية عامة، غير موضوع الامتحان اللي اتغير. هو احنا دفعه 2016 ديت اكتر دفعه اتظلمت، ان هي بدأ اصلا يعني بدايه، هنتكلم في بدايه السنه، ان كان مطبقين علينا نظام العشر درجات حضور، يعني ربطنا بعشر درجات حضور ما يعادل اكتر من 3%، وكانت اعاده القيد ب 1000 جنيه. فالطلبه بداوا السنه بمظاهرات وبداوا السنه بمطالب لحد ما القانون دوت اتلغى، القرار دوت اتلغى. فان احنا بدل اول حاجه حصلت لنا ان الدفعه بدل ما تبدا بمذاكره ودروس، لا هي بدات بمظاهرات، وان هي كانت اول يوم مدارس كانت في الشارع وعند وزاره التربيه والتعليم وبنطالب بحاجه زي كده. جه يعني السنين اللي فاتت كلها كنا بنسمع عن الامتحان بيتصور جوه اللجنه من قبل حد، والحد ده وزاره التربيه والتعليم كانت بتعرف تجيبه عن طريق الكود بتاع اللجنه بتاعته، تمام. والامتحان كان بيتصور وبيتبعت لصفحات، والصفحات ديت معاهم اساتذه وبيحل لهم الامتحان، وبعد ربع ساعه نص ساعه الامتحان بينزل. لا السنه دي العكس تماما، النموذج اللي جابه هو اللي بيتسرب من جوه وزاره التربيه والتعليم. يعني مهزله، يعني انتوا النموذج بيتسرب من عندكم انتوا من جوه الوزاره. تحاسبونا احنا ليه بقى؟ بالظبط، انتوا تظلموا الطلبه ليه؟ ليه كل يوم نلاقي تم القبض على 25 طالب واتعمل لهم محاضر غش والكلام ده 30 طالب؟ لا انتوا الصدوا اللي بيسربوا الامتحان نفسه من الفشل من وزاره التربيه والتعليم ومن المطبعه السريه عندكم انتوا جوه، النموذج الاجابه نفسه اللي بيتسرب. وكان حصل يعني سمعت ان طالب كان يعني معاه نموذج الاجابه وداخل بيه الامتحان، فنقل بالتقييمات بتاعت الدرجات، يعني من كتر ما هو انا معاه نموذج الاجابه نقل بالتقييمات، ده 3 درجات ده درجتين بالظبط. ذكي جدا. فاحنا بنطالب بالغاء التنسيق، عشان الغاء التنسيق هو يعني التنسيق حاليا ما بقاش مقياس للعدل في مصر. بقى الطالب اللي بيغش زي الطالب اللي ذاكر. يعني ايه الغاء التنسيق؟ يعني انا عايز افهم منك بالظبط. التنسيق بيتحكم في مستقبل الطالب، ان انت ممكن على نص درجه او 1% ان انت مستقبلك يضيع. لا احنا بنطالب بالغاء التنسيق وتفعيل نظام القدرات. نظام القدرات متفعل في العالم كله، تمام. ونظام القدرات ده بيكون عباره عن اسئله 60% منهم بتقيس مستوى فكر الطالب ومستوى حله للمشكلات ودماغ الطالب نفسها فيها ايه، وال 40% التانيين بيكونوا على مستوى على الكليه اللي هو داخلها هو فاهم فيها. فالتنسيق يعني حاليا الدرجات بقى كله خلاص، كله هيجيب درجات عاليه، كله هيبقى متفوق بسبب ان اللي بيعرف يدخل بموبايل وهياخد مكان طالب ذاكر واجتهد. فاللي هيفرق ده عن ده الغاء التنسيق وتفعيل نظام القدرات، يعني ده الحاجه الوحيده اللي هتميز الطالب اللي ذاكر عن الطالب اللي دخل وغش. الطالب ده كل همه انها تكون المنظومه التعليميه صح ومظبوطه، منظومه ترتقي لمستوى يؤهل البلد دي انها تطلع لقدام. طب ايه الحل؟ الحل بقى ان احنا نسمع للطلبه دول نفسهم، وممكن جدا يفيدونا. وعلشان تبقوا عارفين، الطالب اللي يجيب الدرجات النهائيه في امتحانات بالشكل ده لازم يكون عالم مش طالب.